أعمال المسرح الوطني اللي هم 56 واحد، من اللي تأسس المسرح الوطني عام 83 اللي كلهم كانوا متعاقدين. عام 2012 عام الأول باش ترسموا. أنا نوم بالجيل. يعني تفاجأت أنه المجموعة هذه قالت ما لقيناش دي سينوغراف من جيل جديد، ما لقيناش دي ميزيسيان من جيل جديد. أنا تفاجئني، أنا نولي تضرب حتى المشروع الفني، كأني ما عنديش ثقة في الجيل الجديد، كأن الجيل الجديد ما أنتش موسيقيين وما أنتش دي سينوغراف، مش صحيح. بالحق الوضعية معناها تقلق برشا، الوضعية الأمنية، علاقاتنا ببعضنا احنا كتوانسة، يعني أنا ما كنتش نتصور، كنت نتصور الحكايات هذه موجودة في بقايا آخرين. اللي فيها طوائف وفيها ديانات مختلفة، معناها بكل أسف اللي نشوفوا فيها في تونس.